اهلا وسهلا بكم متابعي اي جي ان ميدل ايست في كل مكان، معاكم اسلام، والنهارده الحلقه ال 14 من فوازير اي جي ان الرمضانيه. بنسال سؤال كل يوم بيخص شخصيه او لعبه معانا، وبنختار فائز واحد من الاجابات الصحيحه معانا. ان شاء الله الفائز النهارده هيكسب معانا فاينل فانتسي اكس في رويال اديشن على البي اس 4، لكن لازم تجاوب على السؤال بقناتنا على اليوتيوب وتكونوا عاملين سبسكرايب للقناه. السؤال بكل بساطه بيقول: من قائل العباره التاليه في سلسله فاينل فانتسي؟ If this is all a dream, don't wake me up. If this is all a dream, don't wake me up. أما الفائز في الحلقة الماضية فبنقول ألف مبروك لعموري اللي كسب معانا باتل تشيسرز نايت وور على نينتندو سويتش، وبنطلب منه يكتب إيميله في تعليق عشان نرسله الجائزة على طول. ده كان كل شيء معانا، كان معكم إسلام إبراهيم، والمزيد عن عالم الألعاب والترفيه تابعونا على IGN Middle East.